رغم ما أنجزه التقدم من صناعات حديثة باتت تزدحم بها بيوتنا، إلا أن الصناعات والمشغولات اليدوية لا تزال تحوز على إعجاب الكثيرين بوصفها قطعا فنية تعبر عن ثقافة وتراث المجتمع الذي ينتجها. ولعل من أهم المناطق التي تضم الصناعات اليدوية في العراق السوق الكبيرة أو ما يعرف بسوق القيصرية، والتي تعد واحدة من المعالم التراثية في مدينة أربيل، إذ ما زال هناك عدد من المحلات داخل ممرات السوق القديمة، حيث يزاول الحرفيون فيها مهنة النجارة لصناعة بعض المنتجات الخشبية التراثية. أنا صار لي 35 سنة أشتغل بهاي الشغلانة، يعني ما توارثتها من أحد، تعلمتها لوحدي لحد الآن أشتغل بهاي الشغلانة، وأكو إقبال على هاي شغلتها، يعني من قديم هذا تراثنا، يعني لحد الآن الخشب بعدها يستعملون البيوت، الناس يجون، السياح يجون يأخذون، والحمد لله كلش زين. ولا تزال تلك المنتجات تلقى رواجا وإقبالا واسعين من المتسوقين الوافدين من خارج أربيل أو ساكنيها، ويزيد الطلب على المهد الخشبي لحديثي الولادة وقبضات السكاكين والأدوات المنزلية المصنوعة بطراز تراثي، وكذلك المعدات الزراعية اليدوية وغيرها. هذه القيصرية عدد أقسام بها: النجارين، عطارين، بقالين، أبو الصياغة، بريمزاد، ومثل ما يقول هذا احنا هسه عايشين وساكنين، ومحل مالتنا داخل القيصرية سوق النجارين مقابل كباب نجار. هذا الدكاكين النجارين يصنعون مهد، كارو، وشغلات عدد يدوية. ويؤكد زائرو السوق على أهميتها، إذ توفر المنتجات اليدوية بأسعار تتناسب مع أصحاب الدخل المتوسط والمحدود، ما يزيد الإقبال عليها. صراحة جيت أشوف هاي العدد اليدوية وكل شيء متوفر هنا، أشتري شوية أغراض من هنا، أسعارهم رخيصة حلوة، كل شيء متوفر، أي شيء عدة تريده موجود هنا بهذا السوق، كل شيء متوفر، وما شاء الله شغلاتهم حلوة ومرتبة ونستفاد منها. وتظل سوق القيصرية بما تحويه من صناعات يدوية معبرة عن ثقافة المجتمع العراقي في أربيل، ومعلما يقصده العراقيون كما يقصد كذلك السياح من هواة المصنوعات اليدوية والتراث العراقي.